تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف موفدنا عبد الجليل بردودي، ومن واشنطن مراسلنا جو تابت. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك أريج من موسكو، صدي لنا أبرز تطورات السياسية والميدانية، خصوصا بهذا القرار الروسي بفتح ممرات إنسانية لعبور السفن من الموانئ الأوكرانية. تطور مهم مروج، هو تطور مهم بالفعل، لكنه ليس بجديد فيما يتعلق بالمواقف الروسية، خصوصا وأن موسكو قد تحدثت في وقت سابق أكثر من ذي مرة بأنها لا تعيق خروج أي من السفن، ولا لا تريد أن تتسبب ولا تتسبب بأي من الأزمات الغذائية التي تتهم بها من قبل المجتمع الدولي على صعيد العالم، وعلى خلفية ما تقوم به من عملية عسكرية في أوكرانيا. طبعا اليوم في مستجدات الموقف الصادر عن الدفاع الروسية، تأكيد مجددا من أن موسكو ستقف على سلامة خروج السفن المحتجزة نتيجة العمليات العسكرية، نتيجة وجود الألغام على خلفية هذه العمليات العسكرية بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية أو القوات الحليفة للقوات الروسية الانفصاليين في بعض المناطق من أوكرانيا طبعا. لكن من تقع عليه مسؤولية إزالة هذه الألغام، ومن تقع عليه مسؤولية الوقوف على سلامة الوضع في هذه الموانئ، هو الجانب الأوكراني وفقا للمنظور الروسي، وهو ما جرى تأكيده مجددا على لسان نائب وزير الدفاع الروسي فامين، الذي كان قد اجتمع في ساعات ماضية اليوم في موسكو أيضا مع مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، وأيضا أكد له في معرض هذا اللقاء على أن الجانب الروسي حريص على خروج ووصول كل هذه الشحنات من المواد الغذائية والبضائع التي تحملها هذه السفن من الموانئ الأوكرانية إلى وجهاتها وإلى من ينتظرها في هذه الوجهات، وهي لا تعيق وهي جاهزة للمساعدة. لكن هناك قسم كبير من المسؤولية يقع على كاهل الجانب الأوكراني، ويجب الوقوف على هذه المسؤولية، ويجب الوقوف على تنفيذ الجانب الأوكراني لمسؤولياته فيما يتعلق بالأوضاع العسكرية الراهنة والميدانية هنا في أوكرانيا. صحيح. تحول إلى كييف ومفدنا عبد الجليل بردودي. عبد الجليل، يعني أبرز تطورات الميدانية والسياسية، خصوصا هذه التصريحات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي. نعم مروج، كما قلت إنها تصريحات مهمة، وجاءت في وقت أيضا حساس، بأن يقول ويعترف بأن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 20% من أراضي أوكرانيا والواقعة في الشرق الأوكراني، ويعني بذلك الهلال الذي يبدأ من لوهانسك وينزل حتى دونيسك وحتى أيضا إلى ماريوبول ومنه إلى خرسون، يعني هذا الهلال الذي يمتد على قرابة 1000 كيلومتر كما قال الرئيس زيلنسكي، وهو خط المواجهة الذي يجمع الطرفين، الطرف الأوكراني والطرف الروسي. ورغم أن القوات الروسية تتقدم بشكل متواصل ولو بطيء، لكن بشكل أيضا متواصل، فهو ما يستعمله الرئيس زيلنسكي للضغط على الدول الأوروبية وعلى أمريكا من أجل مده بالدعم اللوجستي والدعم العسكري والسلاح بشكل أوسع، ويقول أنه يمكنه أن يصد الهجمات ويقدم بعد ويقدم أقول بعد التقدم من أجل الوصول أكثر إلى استرجاع بعض هذه الأراضي والدفاع على أراضي أخرى. لكن الجيش الروسي والقوات الروسية تواصل حصارها للعديد من الأماكن، خاصة مدينة زاباروجيا بالجنوب الشرقي، وأيضا صواريخها تصل إلى حتى الفيف في أقصى الغرب، وهي دائما تقوم بضرب بعض المساعدات العسكرية التي تدخل إلى أوكرانيا. فهذا ما يحاول الروس القيام به. في جهة أخرى أيضا زيلنسكي يحاول الحصول على مزيد من الدعم، ويستعمل ورقة السلاح وأيضا ورقة الغذاء للوصول إلى نقطة حسم في هذه الحرب كما قال. بالفعل عبد الجليل، أتحول إليك أخيرا من واشنطن مراسلنا جو تابت. جو، حزمة عقوبات أمريكية جديدة طلت عدد من الشخصيات والكيانات، أيضا المستشار المالي للرئيس الروسي نفسه. هي جزء من سياسة معاقبة الرئيس بوتين على ما تعتبره الإدارة الأمريكية خطأ استراتيجيا ارتكبه من خلال غزو دولة ذات سيادة مثل أوكرانيا. واشنطن مع حلفائها ماضية في معاقبة الكرملين ومعاقبة روسيا وألحاق أكثر ما يمكن أو إنزال أكثر ما يمكن من عقوبات بنظاميها المالي والاقتصادي.
طبعا هذا رأينا مثل هذه العقوبات في السابق، وطبعا سنرى المزيد منها في المستقبل، وهي دائما تأتي على خط موازن لسياسة فرض أو دعم القوات الأوكرانية في أوكرانيا، وكما قال زميلي من كييف توفير ما يلزم للقوات الأوكرانية من دعم عسكري، ليس فقط للدفاع عن أوكرانيا إنما أيضا لمنح أوكرانيا القوة والقدرة على إعادة تحرير ما احتلته روسيا من أراضي في جنوب أوكرانيا وجنوب شرقها. إذن هذه هي السياسة التي تعتمدها واشنطن، وهي ماضية فيها حتى في الواقع، حتى يغير الرئيس بوتين سلوكه، وأيضا كما قال وزير الدفاع لمنع روسيا أو لحرمان روسيا من أي قدرة عسكرية على تكرار مثل هذه العمليات، عمليات الغزو في المستقبل. شكرا جزيلا لشبكة مراسلين من واشنطن جو تابت، ومفدنا من كييف عبد الجليل بردودي، ومراسلتنا من موسكو أريج محمد. أشكركم جزيلا. شكرا.